بكرة ماتش المنتخب المصري قدام غانا، مباراة الفرصة الأخيرة، يعني ما ينفعش نخرج بنتيجة سلبية أبدا في هذا اللقاء، لأن ده معناه مغادرة البطولة بشكل نظري. علشان كده لاعبين المنتخب المصري على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في ظل تعثرات المنتخبات الكبرى في هذه البطولة. حقيقي يا مصطفى، خلونا نتكلم عن كواليس استعدادات المنتخب بقى مع أمير نبيل الناقد الرياضي اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا أمير. صباح الفل يا بشمهندس، صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل على كل السادة المشاهدين. أمير، قبل ما نبتدي في أي كلام عن الكواليس واستعداداتهم، قول لي، في انتقادات كتير قوي موجهة للنني الفترة دي، ولو أنت ملاحظ الانتقادات دي مش من دلوقتي، يعني من أيام كوبر وكيروش، ليه يعني ليه دايما النني بيلقى هذه الانتقادات رغم إشادة المدربين بيه؟ تمام، يعني هي دي نقطة مهمة طبعا. محمد النني أحد نجوم المحترفين للمنتخب الوطني من فترة كبيرة الحقيقة، هو من 2016 تحديدا هو في صفوف أرسنال، قبل كده كان مع بازل السويسري، خد فترة احترافية قبل كده مع بشكتاش على سبيل الإعارة، وعاد له مرة أخرى إلى أرسنال. لكن للأسف يعني برضو يعني مشكلة النني فترة الابتعاد عن المشاركة بشكل أساسي مع المدرب مايكل أرتيتا مدير فني الأرسنال، يمكن أثرت شوية على حساسية المباريات بالنسبة له وعلى مهام مركزه. ممكن برضو اختلاف المدارس التدريبية، يعني ممكن المهام اللي بيطلبها منه راي فيتوريا غير اللي بيعتمد عليه فيها أرتيتا لما بيشارك في مباريات قليلة وقليلة جدا الحقيقة مع أرسنال الفترة الأخيرة وتحديدا الموسم الحالي. برضو ما ننساش النني عاد مع نهاية الموسم الماضي، كان تلقى إصابة غيبته لفترة طويلة، لكن برضو فكرة الاعتماد على النني في مركز الوسط الدفاعي ما بتبقاش مجدية إلى حد كبير، مش هو اللاعب اللي هو بيلتحم بقوة، يعني مش ستايل مروان عطية، مش ستايل حتى حمدي فتحي في كتير من الأوقات اللي كان بيعملها. عشان كده ده اللي بيخلي إن في يعني سلبيات شويه في الاداء، والناس بتنتقد النني في الحته دي. فعشان كده انا مش شايف ان هو كان ممكن يعتمد عليه في الجزئيه دي. وبالاساس برضه عنده خيارات ثانيه، فيتوريا اكثر جاهزيه خلينا نقول، واكثر انتظام في المشاركه، برضه حته اللاعب يبقى محترف مش بالضروره تفرض ان هو يبقى اساسي في التشكيل. واعتقد ان فيتوريا من المفترض ان عنده من الشخصيه اللي يقدر يقنع بيها اللعيبه مهما كان قيمته وتاثيره وتاريخه مع المنتخب، ان هو كل عناصر المجموعه واحده، مش هيفرق مين اساسي ومين احتياطي. طيب احنا يعني بالتأكيد عندنا بكرة مباراة فيصلية قدام منتخب غانا، كلمنا عن كواليس المنتخب، يعني ايه اللي بيحصل تحديدا في كوت ديفوار؟ هل لنا يعني معلومات بتؤكد ان المنتخب المصري هيظهر بشكل افضل مما ظهر عليه في المباراة السابقة؟ هو اكيد طبعا المباراه السابقه امام موزمبيق والتعادل 2-2 يعني بشق الانفس خلينا نقول ما كانتش افضل حاجه ممكن نخرج بيها، وكانت يعني اصابت الجميع بحاله احباط، حتى في معسكر المنتخب نفسه كان في حاله من عدم الرضا عن الاداء. يعني خلينا اقول لك برضو كان في يعني جلسات من روي فيتوريا مع اللاعبين لتحفيزهم على تقديم افضل ما عندهم في مباراه غانا باعتبارها مباراه مصيريه. يمكن الكل شاف التعثر بالنسبه للمنتخب المصري، لكن اللي خفف حاله الاحباط شويه ان كتير من بدايات المنتخبات الكبرى في البطوله ما كانتش افضل حاجه. بالامس يمكن زي ما ذكرنا في الموجز ان منتخب تونس برضو تعثر امام ناميبيا، جنوب افريقيا خسر قدام مالي، كمان قدام مالي الكاميرون تعادلت، نيجيريا تعادلت، فعشان كده يمكن برضو دي الجزائر تعادلت مع انجولا، دي يمكن بدايات متعثره لكثير من المنتخبات، ويمكن تكون نقطه انطلاق. يمكن هاخد من كلام احمد حسن كوكا مهاجم المنتخب اللي شارك كبديل في الثواني الاخيره من مباراه موزمبيق، وقال ان التعثر في البدايه قد يكون مقبول افضل من التعثر في الادوار الاقصائيه، ولكن طبعا ده بشروط، يعني مش كلام مسلم به، بشروط ان انت تستوعب الدرس ده جيدا وتدي كل منتخب قدره واحترامه بالشكل الجيد. منتخب غانا يمكن خسر من الراس الاخضر، فبالتالي ما عندوش فرصه ثانيه، ما عندوش رفاهيه ان هو يعني يفقد نقاط امام المنتخب المصري، ومنتخب مصر بالتاكيد عايز يعود لحسابات التاهل بقوه مره اخرى. عشان كده ده بيزيد من اهميه وقوه المواجهه ما بين المنتخبين، واعتقد ان الحاله المعنويه بقت افضل شويه، بقى في تركيز من اللعيبه على ان ما فيش اي عدم تركيز او عدم استغلال للفرص اللي تتاح امام المرمى. يجب الحسم مبكرا امام المنتخب الغاني، ده يمكن التركيز بشكل اساسي. هيبقى في تعديلات في التشكيل
دي يمكن اللي هيعتمد عليه روي فيتوريا، تغييرات في بعض اللعيبه وفي بعض المراكز. عشان كده ننتظر ان شاء الله رده فعل افضل من المنتخب الوطني في مباراه الخميس باذن الله. طب انت شايف الفرص عامله ازاي يا امير، وشايف ايه اللي ناقص اللعيبه جوه الملعب؟ يعني اللعيبه مع بعض جوه الملعب ناقصهم ايه؟ وفرصنا بكره ان شاء الله عامله ازاي؟ هو طبعا يعني باعتبار ان البطوله بتقام ب 24 منتخب، يمكن النظام اللي تم استحداثه منذ نسخه مصر 2019 بدل ما كان 16 منتخب، فده بيدي فرص افضل واكثر للمنتخبات انها تتاهل، مش بس اول وثاني في اربع تولد، ولكن طبعا كمنتخب مصر اسمه تاريخ وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطوله، يعني اكيد مش هيبقى طموحه التاهل من ضمن افضل التوالد، لكن بالتاكيد يبحث عن احدى بطاقتي التاهل الاول او الوصيف اذا لم يفشل في اذا لم ينجح في الحصول على الصداره، فبالتالي يعني الحظوظ قائمه باذن الله. منتخب غانا يمكن برضه منتخب قوي رغم خسارته من الراس الاخضر، لكن عنده عناصر مميزه قد تمثل يعني مصدر قوه بالنسبه له في المباراه القادمه، ولكن بالتاكيد المطلوب من منتخبنا التركيز التام. يمكن شفنا مباراه موزمبيق السيناريو بتاعها يعني كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير لو قدرنا نبني على الهدف المبكر اللي كان سجله مصطفى محمد في الدقيقه الثانيه، كانت بدايه مثاليه جدا بالنسبه للمنتخب ان انت تتقدم في اللقاء مبكرا جدا، تقدر تفرض سيطرتك واسلوب لعبك، كان في حاله احباط على المنتخب الموزمبيقي ان هو خلاص الموضوع بالنسبه له كان هيبقى صعب ان هو يعود في النتيجه، لو قدرنا كنا نسجل هدف ثاني بعد ما تقدمنا، لكن للاسف كان في حاله يعني خليني اقول لك استسهال شويه من المباراه، مش هقبل يمكن اعذار اللي بيقولها بعض اللعيبه ان نسبه الرطوبه صحيح هي ممكن تكون عاليه فعلا في التوقيت ده في كوت ديفوار، لكن اكيد الاعتياد على الاجواء ده يعني سمه اللاعب المحترف، انت خلاص انت المفروض ان انت بتمثل منتخب مصر واغلبهم لعيبه اساسيين سواء مع انديتهم في مصر او في اوروبا، فبالتالي يعني مش هتبقى اعذار مقبوله قوي الحديث عن الظروف الجويه. منتخب مصر له صولات وجولات في الكره الافريقيه وفي كثير من الظروف اللي كانت اصعب من كده، بتتذكر نسخه الكاميرون كمان حتى الملاعب ما كانتش افضل حاجه، ولكن المنتخب كان قدر ان هو يوصل للمباراه النهائيه، نتمنى ان احنا نسير على نفس النهج ولكن يكون السيناريو مختلف ونتوج باللقب باذن الله وتحقق البطوله التامه. طيب يعني ناس كتير مش بتقول بس قصه الرطوبه، يعني انا عندنا لعيبه زي صلاح والنني متعودين يلعبوا في الاجواء الاوروبيه، ولكن ناس بتتكلم على فرق اللياقه البدنيه، يعني انت عندك المنتخبات الافريقيه الفارق البدني بيننا وبينهم اعتقد كبير، ازاي ممكن نتغلب على يعني عقبه زي دي؟ هي طبعا الجزء البدني مهم جدا جدا، وكره القدم الحديثه بقت بتعترف بالمجهود البدني اكثر من اي حاجه، يعني بتشوف كل فرق العالم اللي بتحقق تفوق، يمكن مانشستر سيتي اللي حقق الثلاثيه التاريخيه ويمكن امتدت لاكثر من ثلاثيه بتحقيق العديد من الالقاب، اعتماده بشكل كبير جدا عشان يقدر ينفذ طريقه الهيمنه اللي بيفرضها على منافسيه على الجهد البدني، مفيش فريق هيقدر يفرض اسلوبه من غير يعني التكتيك بدني. التكتيك ينفع يكون يعني هل يتفوق التكتيك على الفارق البدني يا كابتن؟ لا، ما هو عشان تطبق التكتيك ده لازم يبقى فيه جهد بدني، مش هينفع يعني صح. على سبيل المثال منتخب جنوب افريقيا امبارح يمكن بيلعب كره سريعه وكره على الارض وكان في الشوط الاول افضل من منتخب، لكن المجهود البدني لمنتخب مالي كان افضل في الشوط الثاني، وده يمكن اللي اسعفه انه يقدر يعمل 90 دقيقه افضل من منتخب جنوب افريقيا وفاز عليه في المباراه. صحيح منتخب جنوب افريقيا اهدر ركله جزاء كان ممكن تغير سيناريو المباراه، ولكن المجهود البدني عليه عامل كبير جدا جدا في تحقيق التفوق للمنتخبات اللي بتعرف تستغل ده، ان انت تفضل تلعب ال 90 دقيقه بنفس الايقاع ونفس النسق وتحافظ على الانضباط التكتيكي، ده بيتطلب مجهود بدني كبير جدا. عشان كده انا بشوف ان يعني يمكن فكره ان انت تستسهل المنتخب خلاص ده ما بقاش موجود في الكره الافريقيه تحديدا. الراس الاخضر يمكن ما تفوقتش قبل كده على غانا، ولكن حدث هذا التفوق. منتخب موزمبيق في تاريخه لم يتعادل مع منتخب مصر وحدث هذا التعادل، فبالتالي الجهد البدني لا يمكن التقليل منه ابدا ابدا في المباراه الافريقيه، لا يمكن التعامل باستسهال مع
اي منافس. اكيد ان احنا داخلين المعترك الافريقي، واحنا عارفين صحيح. كويس جدا ان احنا هنقابل شكل المدارس الكرويه اللي احنا هنلعبها، سواء موزمبيق سواء غانا سواء الراس الاخضر، يمكن كمان منتخبات وسط وغرب افريقيا بتمتاز عن الشمال الافريقي في الحته دي، حته القوه البدنيه صحيح. وده اللي يمكن بيميزهم ويخليهم يقدموا مباريات كبيره ويزعجوا المنتخبات. على اي حال كل التوفيق للمنتخب المصري، بنشكرك كابتن امير نبيل الناقد الرياضي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله غدا لمنتخبنا المصري في مباراته امام غانا ان شاء الله.